وايد اوكي. اول شيء لما كان عمره 10 سنوات طبعا ابوه كان هو المدير المدرسه كان يخالط ناس هم كويسين كانوا يروحون الحمامات يدخنون. مسكهم مره ابوه وجمع المدرسه عليهم خلاهم يدخنون. اول شيء يدخلونها كامله بعدها جاب لهم واحده ثانيه خلاهم ياكلونها لين طرشوا. يقول لهم هذا ما عاد يقدر ريحه الدخان ما عاد يقدر يتحملها. طبعا هو ابوه عشان جده كان مات بالتدخين. كان جده كان قدسية لابوه وابوه كان طبعا ابوه ايش سوى هذا كله؟ لان ابوه هو اصلا مدمن على التدخين ما يبغاه هو يصير مدخن فخلاهم يسوون ذا الشيء. فبس العبره انك يعني ما تدخن. وقاعد يعلمكم ان ابوه مات وكان عمره 70 بسبب سرطان. كويس.